جمال راهو اخ كما يقولوا، راهو اخ وصديق وهذا صراحه يعني سي تان اونور وشارف لينا انه يتصل بينا، وهذا ماهيش اول مره، ماهيش اول مره وماهيش اخر مره، كان كاليتي طول طون قريب لينا، كان كل وقت كان قريب لينا ويتسائل معنا ويتعامل معنا. الفرصه اللي تجيه ما يبخلش يعني بالمكالمات تاعو، يتابع كل شيء واش رانا نديرو، يحوس يفهم، يسقسي علينا. صراحه نشكر على هاد الالتفاتات اللي يديرها، ماشي الالتفاته ولكن الالتفاتات، عده مرات يتصل بينا نتكلموا امور اخرى تاع الدنيا، وصراحه يعني صراحه نعم طبعا يعني عنده علاقه معايا، نقصروا معاه بزاف، واني عنده علاقه اخوه اولا ماش مشكل، احنا عملناه بكل يعني اخلاص للوطن تاعنا والاصدقاء تاعنا وكل لاعبين قدامى اللي يستاهلوا يكونوا على يعني يعملوا كمدرب طبعا. وجمال معروف ب يعني بكرامه تاعو، معروف بالوطنيه تاعو، معروف بالاخلاص للبلد تاعو، وحاجه اللي عنده امبورطون يا جماعه باش تكون على بالكم، عندنا عده نقاط نتشابهوا بعضنا بعض في العقليه، هي الصراحه والصرامه وال تسمى تقول يقول الحق ولو كان مرا، وهذه هي دي في بعض الاحيان تزعج بعض الناس، ولكن هذه الحقيقه كما يقولوا الراجل ما يبانش في الدقيقه هذيك ولكن يبان من بعد فقط في ظروف، ولكن ان شاء الله جمال كما يقولوا نتمنى له التوفيق كذلك في المهمه تاعو ان شاء الله.